ناخذ هذه المكالمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك سيدي، شكرا معنا. بارك الله فيك، معك عبد الرحيم حامد. عبد الرحيم أين مدينة؟ مدينة القنيطرة. سبق اتصلت بنا سي عبد الرحيم؟ لا، كنت هضرت معكم ولكن كان قال لي عاود من بعد وعاود تصل وعاود تصل شو مشى باشي الخات ثلاث مرة. مرحبا بك سي عبد الرحيم، شحال العمر ديالك؟ بارك الله، عندي 27 عام حامد. نعم سي عبد الرحيم، شنو بغيت تعاود لنا في هذه الليلة؟ خويا واحد المشكل اللي كان وقع، مشكل عائلي. مشكل بالنسبة كان الوالد عندي مجدود في السجن. إيه. ومن بعد ما خرج الوالدة ديالو وداك وعمي وعماتي وداك الشيء تم تنازل لهم على الحق ديالو. تسمعني اخ؟ كنسمعك. الحق ديالو في الورث. في الدار. باش تم تنازل لهم الحق عند بالنسبه لي انا تنسول على حق با ولا شي حاجه تقول باك با حق وما تتسالش. ايه. واصلا دابا انا بالنسبه لي اخ حميد ربي لي شي علم بحال يلاه بدا بيا الكون من جديد. ما فهمتش هادشي. ما بحال ازيرو. كيفاش ازيرو؟ ما من الاول بحال عاد تبدا من الاول من بدايه القرن. لا في سكون بالنسبه للسكنه عاطيني كانوا عاطيني عدار جدي في العروبيه. دابا الوالد ديالك واش توفى؟ لا مازال. ايه مازال على قيد الحياه. ايوا. ورغم ذلك وداك الشيء وعاطينا دار جدي في العروبيه ساكنين وتيجي تيجلس وهو مدمن على المخدرات. وتشوف واحد الحاله اللي فيها الوالده اخ حميد وهادشي كيفاش تيتكرفص عليها وتيتعدى عليها لواحد الدرجه اللي ما تصورش على الاخ حميد. عايش معاكم هو؟ ما مشي نقول لك عايش معنا ديما، ولكن الاغلبيه صافي فاش يمشي ليه تيقهروه خواتاتو وداك الشيء تيجي. تيجي تيجلس عاوتاني واحد شهرين ثلاث شهور ترجع عاوتاني الادمان. ترجع من عاوتاني الكيما الحشيش الصراط وواحد الحاله ما تصورش. كيفاش دابا بالنسبه للاخ حميد؟ دابا بالنسبه انا عندي جوج وليدات. وهاد الوليدات انت عارف المجتمع ديالنا صعيب، خاصك مستقبل، خاصك ما تاكل، خاص لولادك بزاف د الحوايج. دابا بالنسبه لي انا اخ حميد ما عندي لا فين نسكن، ما عندي دار، ما عندي ارض، ما عندي حتى شي حاجه. ايوا. دابا واش لا طالت بحقي واش يرجع ولا ما يرجعش؟ الوالد ديالك كنت نازل لهم بشكل كتابي؟ تكاتب معاهم واش كاين شي دار في المدينه اخي حميد؟ واش عيط نازل لهم بجوج المليون؟ وما نقدرش ندخل معاك في التفاصيل، لانه اولا هادو اجراءات قانونيه. واش جابوا شي خبير يعني دار الثمن للدار وداك الشيء وكذا وكذا وكذا؟ ما داروا لا ثمن اخ حميد الاول، ومشات الوالده لعندهم قالت لهم هذيك جوج المليون اللي عطيتوه ها هي انا نعطيها لكم وخليوا لي حق ولدي. قالت لها لا. دابا انت استاذ الرحيم انا بغيت نسولك. نعم. ما اسمح لي من غير هاد الشهاده ديال الورث، هضرنا على عبد الرحيم شويه، زعما شنو كدير؟ شنو انا نجيك الاخ حميد نعاود لك كيفاش انا دابا مده ديال الزواج ديالي لمده 6 سنين. ايه خدام خوك منافري يا اخ حميد. شنو هي منافري؟ مره في البيع والشراء، مره تنخدم في البني، كل مره واش ندير؟ دابا حتى الوالده عندي مسكينه هي خدامه هي في تماره. ايوا الوالده هي عندي في تماره انا في تماره. دابا بالنسبه لي هو ما يخدم ما تيردم ما في شي حاجه. دابا سي عبد الرحيم. اخو انا ما زعما ما غنناقش معاك المساله ديال الوالد ديالك ياك. ولكن بنتي لي انتيا زعما وسمح لي بنتي لي شي شويه هاد القضيه ديال التنازل ديال الوالد ديالك على الحق ديالو في الدار ما مخلياك دير والو، مخلياك واقف.
تتشوف راسك وخاعد وغدير. علاش كتشوف راسك وخاعد وغدير صعيبه الاخ هذه؟ علاش صعيب؟ قول لي. اول حاجه دابا بالنسبه لي لو كنت تجي وتشوف فين ساكنه خي حميد غتقول الله يحسن العون هاد السيد كيفاش تصابر كيفاش تعيش. ايوا وجوج وليدات وانت عارف الدنيا الوقت صعاب صافي. دابا انت حيت ساكن في هذيك الظروف ولا العائله ديالك ما بغاتش شي تقدم معكم الامور في الحق ديال الوالد ديالك صافي خصك تجلس وتبكي ودير يدك على حنكك ولا كيفاش؟ ودابا فهمتش هاد القضيه. دابا بالنسبه خي حميد عائلته عماتي تنقول لك عمتي انا هذه اللي تاهي خدات حقها وتي راه في فرنسا راه حياتها كلها وهي في فرنسا. شوف الله يعطيك الخير ما تناقشليش الناس دابا صافي. دابا انت منين عيطتي للبرنامج واش باغي حل على قبل واش باغي اراء ماشي حل واش باغي اراء على قبل هذه القضيه ديال الوالد ديالك او لا بغيتي نناقشوا معك بشكل عام السي عبد الرحيم الشخصيه ديال عبد الرحيم؟ يقدر شي واحد يكون توا فايت في هذه المرحله اللي واقع فيها انا يقدر يفيدني بشي حل حقاش ماشي غير انا بوحدي اللي في هذه الظروف لا يعلم الغيب الا الله حتى شي واحد ما عارف كيفاش شي واحد تعيش. انا دابا شوف هاد الظروف هادي هذا راه اجراء قانوني هذا اجراء قانوني خصك تمشي تسول فيه في المحكمه ياك المحكمه هي اللي ممكن السلطات المخول لها انها تبت في الامور القانونيه ياك هي اللي ممكن تعطيك عليه جواب او لا لكان شي واحد عندنا كيفهم في القانون شي مستمع ولا مستمعه وتواصلوا معنا مرحبا بهم يمكن نسمعوا لهم ياك. الله يجازيك بخير. ولكن انا اللي دابا اللي بغيت نناقش معك السي عبد الرحيم هو انت كشخص عبد الرحيم كعبد الرحيم اب لزوج وليدات واش فهمتي؟ عشان هي اب لزوج وليدات هي مسؤوليه كبيره اخي. ايوا واش غادي تبقى تابع انت حتى يتحل المشكل ديال الدار؟ دابا بالنسبه لي انا ماشي دابا انا تنفكر القدام تنشوف راسي من القدام كيفاش خاصني انا هاد جوج دراري ما خاصهمش يعيشوا في المرحله اللي عشت فيها. واخا واش درتي شي خطوه باش تغير هذا الواقع؟ حاولت ما اكثر. اشنو حاولتي شنو درتي؟ شي تخدمش. ايوا مده عامين وانا خدام في واحد الشركه. ايوا وجيت وشريت واحد المحطه واحد البقعه ارضيه. ايوا المساحه ديالها 1000 متر. شريتها وجهزتها وبالنسبه لأنا علاش قلت كيف ما انا تكرفص ما بغيتش ولادي تكرفص. ايوا خاصك تخدم باش ما يتكرفصوش. هذا الشيء اللي كنفكر فيه انا. انا قلت مع كينات لو كنت جيني انا نرجع لهم هذيك جوج ملايين نعطيهم ربعه. يا سيدي ديك ربعه سير دير بها مشروع ديالك. شحال غتكون في هذيك الدار كاع انت كاع؟ شحال تكون فيها؟ شحال فيها؟ 10 د البيوت؟ فيها ديزيام ايطاج؟ شحال فيها؟ فيها 10 ديال الطوابق الدار السي عبد الرحيم؟ قول لي. واش نقول لك الاخ حامد؟ دابا غير قول لي الاخ عبد الرحيم واش بغيتي نهضروا شويه الصراحه ولا بزاف ولا ما بغيتيش نهضروا بصراحه؟ لا لا الصراحه انا كوم مزيان. انا يلا مزيان بغيتي الصراحه هذيك الدار قول لي كي دايره شحال فيها ديال البيوت مثلا؟ فيها 13 13 ها؟ وشحال ديال عمامك وشحال ديال خوالك؟ وديال عماتك؟ كاين عمي واحد. اها وشحال ديال عماتك؟ كاين ثلاثة بمعنى خمسة ديال الخوت. خمسة. نجيو اسيدي كاع نهضروا بالمنطق ديال القسمه عمك والوالد ديالك غيطلعوا لهم القسمات يعني جوج ديال القسمات وعمتك وعماتك قسمه الوحده ياك؟ نعم ياك. واخا شحال غادي يجي الاب ديالك في هادشي انت كاع كامل؟ ما عرفتش. ايوا خصك تعرف غيجي ايطاج ديالو بوحدو ما غايجيش ايطاج ديالو بوحده. واش عمرك فكرتي بهذه الطريقه السي عبد الرحيم؟ لا خي حميد انا قلت ما عمرك فكرتي بها. دابا انت المشكل عندك في انهم خداو الحق ديال الاب ديالك هذا هو المشكل عندك. ايوا راه ما خصوش يكون عندك مشكل حيت الوالد ديالك مازال حي. واش فهمتي؟ الوالد ديالك مسؤول على افعاله مسؤول على داكشي اللي كيدير.
ولكن راه ما توعاش على راسو اخ حامد. السي عبد الرحيم، هاد النقاش غور عاود ديال الادمان وديال الطيش ديال الاباء وديال الامهات وكذا، هذا نقاش غور ما كيوعاش على راسو، فهمتيني؟ نطلبوا ليه الهدايه، نحاولوا نشوفوا الناس اللي قراب ليه وكيحترمهم وكيسمع ليهم ينصحوه ويوعيوه على راسه. واش فهمتيني؟ فهمتك اخي. راه السي عبد الرحيم راه ممكن نقول لك انا تبع الاجراءات القانونيه، سير تبع الاجراءات القانونيه، فهمتيني؟ الا كان تنازل مكتوب بعدا انت ما عندكش الحق، لان الوالد ديالك راشد، انسان راشد ومازال حي، فهمتيني؟ مازال واعي على افعاله، مازال يعني مسؤول قانونيا، مازال عنده المسؤوليه القانونيه. واش فهمتي؟ فهمت. راه انت اللي خصك في عمرك 27 عام، انت اللي خصك تشوف حالتك، تشوف راسك، تشوف مستقبلك، تشوف مستقبل وليداتك. واش انت كتقول لي انا نعطيهم 4 المليون؟ يا سيدي ديك 4 المليون انت دير بها مشاريع ديالك، دير بها شي حاجه زوينه، ما يدور عليك العام تلقى كريتي دويره زوينه.